بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهاردة فيديو جديد عن هريسة الفلفل الأحمر. طبعا مفيش غنى عنها طبعا في المطبخ، أنا بحبها جدا، بحب أحطها في المحشي وبحطها في تتبيلة البتنجان المخلل. طبعا أي حاجة فيها صلصة ممكن تحط منها معلقة، طبعا تتبيلة السمك، تتبيلة الفراخ، الصراحة هي تحفة. في ناس بتحبها حراقة وفي ناس طبعا ما بتحبهاش حراقة. فهنا هي تقريبا شكلها ملخبطة، هي حلوة. انا دلوقتي قبل ما اصور قطعت منها شوية، هقطع معاكم واحدة او اتنين كده وبعد كده ايه هنكمل الفيديو. اول حاجة بتجيبيها تشطفيها كويس وبعد كده بتنشفيها وتقطعيها. طبعا عايزة تسيبي القلب بتاعها تسيبيه، عايزة تشيليه تشيليه براحتك، في ناس ما بتشيلوش اساسا. هي اولا الوصفه دي انا عاملاها رمضان، يعني انا عامله الفلفل ده عشان رمضان، فانا عشان كده جايبه كيلو بس يكفيني رمضان، وبعد كده لما احتاج هجيب تاني يعني ان شاء الله. شوفوا احنا كده بنقطع، ناخد واحده تانيه تفتحها كده بتشيلي منها بس الحته الخضراء. لو عايزه تسيبي القلب بتاعها ممكن تسيبيه، عايزه تعمليها تخلطيها بيها او تضربيها ببعضها عادي مش مشكله خالص. في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده. انا هخلص الكميه وهرجع لكم ان شاء الله عشان وقت الفيديو. خلاص كده انا قطعتها كلها زي ما انتم شايفين. طبعا هاخدها بقى افرمها في الخلاط، هجيب طبعا الكبه بتاعتي او في الخلاط براحتك زي ما انت عايزه. طبعا هملاه هحطه فيها وبعد كده هفرمها وهرجع لكم تاني. خلاص كده انا فرمتها، شوفوا شكلها بقى عامل ازاي بعد ما اتفرمت. صراحة شكلها حلو جميلة وطعمها جميل. بعد كده بقى هناخدها ونحطها، نجيب زيت ونحط حلة على النار ونبدأ نحط عليها بعد ما الزيت يسخن، نحط عليها الفلفل ونحط لها ملح وكمون وشوية بابريكا عشان البابريكا بتديها لون. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا نروح عند البوتاجاز. خلاص كده احنا حطينا حلة على النار وطبعا هنحط فيها حوالي ربع كوباية زيت. هنحط الزيت اهو فيها كده، اول ما الزيت يبدأ يسخن هنحط ايه الفلفل. بس اول حاجة هنحط نص معلقة كركم، اسفة نص معلقة بابريكا. ونص معلقة كمون بديلها طعم وريحة خطيرة الصراحة. نعمل كده مع بعض، البابريكا بتديها لون. اول ما يسخن على طول هننزل معانا الفلفل. طبعا لو انت حابة تخلطي معاها في الكبة توم براحتك، مش عايزه براحتك، عايزه تبقي تحطي الثوم لما تيجي تعملي او تيجي تضيفيها تضيفي الثوم لوحده براحتك، عايزه تعملي معاها برضو انت حره. خلاص هو بدا يسخن اهو، نبدا نحطها. نسيبها كده حوالي، هد عليها بقى النار ونسيبها حوالي ربع ساعة. طبعا ما ننساش نضيف معلقة ملح بأكيد، يعني هنضيف لها معلقة ملح ونسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها. عقبال لما اجهز البرطمان اعقمه وانشفه واجهزه، شوفوا هيبقى شكلها عامل ازاي. يلا جهز البرطمان وارجع لكم تاني.
خلاص كده انا خلصتها. بعد ما اخدت لها غلوه على النار طبعا فضيتها هنا في البرطمان ده. البرطمان ده ان شاء الله عاملاه رمضان يكفيني باذن الله. زي ما قلت لكم الوصفه سهله وبسيطه وجميله ولذيذه، مفيش غنى عنها في المطبخ خالص. والله لو الفيديو عجبكم ما تنسيش تدعميني بلايك، ولو كنت اول مره بتشوفي قناتي اشتركي عشان يوصلك كل جديد مني، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله هعمل لكم الزبادي الفيديو الجاي. يا رب يعجبكم، يا رب كلكم تستفيدوا من وصفاتي.